بس يا شيخنا مرسي رئيس الجمهورية غصب عن عين أي حد في الجمهورية. مرسي هو الرئيس الشرعي لينا. إذا كان السيسي بيتكلم بيقول إن الأغلبية، خليه يجي يشوف الأغلبية اللي موجودة دلوقتي. المسيرة ماشية والحمد لله احنا حافظنا على سلميتها، وزي ما حضرتك شايف حوالين السور سلمية سلمية سلمية، ولن نتنازل عن السلمية. كلنا مصريين ولازم كلنا في الأول وفي الآخر ندافع عن الشرعية. الشرعية يعني الرئيس محمد مرسي. لسه معدينا على الداخلية وبنسقف لهم، احنا لسه بنعدي على الداخلية ونقول لهم شكرا شكرا، بنحبكم برضو، وهم ما ضربوش علينا نار برضو، واحنا ما هنهمش مشينا عادي. بنعمل ايه؟ ان احنا مش لان احنا سلميين هندمرها ليه؟ احنا ناس كويسين.